من زهرة مصطفى، يعني التاجر. عندنا كاين هنا واحد السكن ديالي هنا هنا، واللي كاين عندنا هنا المشاكل اللي كنتخبطوا فيها هنا في هذا السوق البلدي، يعني كاين عندنا عدة مشاكل. كاين الإهمال، كاين التسيب، وكاين التقصير من يعني من سميتو من طرف المسؤولين. كما كتشوفوا السوق السوق البلدي هو هذا، انتم كتشوفوا كاين الناس هنا اللي كيمارسوا، اللي بقاو بحال دجاج يعني مالي الحوت، ودوك المحلات اللي سادين يعني الناس راه ما سداتش هكاك، الناس راهم متضررين. يعني اش نقول لك، هو واحد التضرر لواحد اقصى درجه، يعني الناس اللي سادين راه ما سدوش لخاطرهم. وكما كتشوف درنا بزاف نتاع المراسلات مع السيد الامين تاع السوق، يعني درنا الجماعه المحليه المستشارين، والو ما كاينش اذان صاغيه، يعني تيعطيونا يعني بزاف ديال الوعود كاذبه، غادي نديرو غادي نديرو. وجات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ها هما كما كتشوف كان عندنا غير القصب هنا في الغطاء، ودارنا سيدنا هذا الشيء هذا، ودارت الاصلاحات في الارض يعني بزاف، والطواليت والمسجد، في التالي ما بقى حتى شي حاجه. انت كتشوف تخريب ديال المحلات، كاين تسيب من بعض الاخوان هنا، يعني اللي ما باغينش هذا السوق يزيد الامام، والسوق بلدي تصرفات عليه الاموال باهظه. وهذا سميتو بالنسبه للبيع المتجول اللي كاين برا، هادوك الناس راه تيمارسوا طيله السنه هنا، راه عندهم سوق نموذجي ديالهم، حنا كنتمناو لهم التوفيق حتى هما، ولكن خاص الناس المسؤولين يجيو يجلسوا مع هاد الناس هادو، يشوفوا شنو هي الاسباب اللي ما خلات السوق النموذجي يخدم. يعني هذاك السوق النموذجي راه ما صالحش، السوق بالدروج راه ما تيخدمش، حتى هما راه عندهم عائلات ديالهم كيصرفوا عليها، وعندهم وليدات عندهم مشاكل ديالهم، حتى هما الله يسهل عليهم. حتى حنا هاد السوق البلدي ديالنا بغيناه يولي كما كان النهار الاول، كانت الساكنه ديال الحي كلها كتجي هنايا، يعني ما كيمشيوش شي بلاصه اخرى اللي سميتو اللي كيتقداو منها، كلشي كيجيو كيتقداو من هنايا. وكما كتشوف البلاصه اللي تبنى فيها السبيطار هنا، هذاك راه بارك نتاع السوق تبع السوق، يعني ملي وقعت المشاكل وسميتو النفايات كتحط تما كاينه مع الساكنه مع جمعيه المجتمع المدني، اضطرينا نعطيهم حتى حنا يعني هذا كيدار فيه السبيطار من اجل المصلحه العامه. ولكن هذا السوق هذا اللي فيه 89 حانوت، يجيو المسؤولين اللي عندنا لهنا، راه حنا عيال ما نمشيو عندهم، وكاين مراسلات، كاين شكايات، كاين بزاف ديال الحوايج بيبان طرقناهم، ولكن ما كاينش اللي كيسمع لك، ما كيستجب لك حتى واحد. تنشكركم بعدا، تنشكروا شوف التي في على هذا الاستضافه اللي جاتو باش تبين واحد الفضيحه اللي كاينه في حي وجع عروس، واحد المارشي اللي هو واحد المهزله، ما غاديش نقولوا له فضيحه، مهزله مهزله بزاف. وهذا النداء تنقولوه باش يوصل للجهات المسؤوله، هو السي الجماعه الحضاريه، تنطلبوا منك الله يجازيك بخير باش تهبط لهذا الحي ديال وجع عروس، وكساكنه ديال وجع عروس، وكفاعل جمعوي بغيتي نعرف شنو هو السبب اللي حتى شي بروجي ماهود لهذا الحي هذا. اصلاح وصل ديال التبليط ديال الازقه، هبطوا مع الجهه ديال بدر، الجهه ديال البدر اللي هابطه من الجهه ديال الباب الجديد، وصلحتوا هذوك وخليتوا الشارع اللي هو عمومي وفيه ادارات، فيه البنكه، فيه البوسطه، فيه المركز الثقافي، فيه المقاطعه الرابعه. على زعما ما بغيتوش تصلحوا هذا الشارع هذا، ولا فيه واحد الناس اللي هما بائعين متجولين تتحسبهم، شنو تيتحسبوا هذوك؟ هذوك راه ولاد الحي، هذوك راه خاصهم واحد الناس اللي يهبطوا جهات المسؤوله، يهبطوا ويدار واحد الاحصاء لهذا المارشي هذا اللي كاين في وجع عروس، باش الا ما كانوش هاد الناس عاد يخدموا فيه، يعطيو السوارت لهذوك الناس اللي باغيين يخدموا. ان هاد الناس اللي كاينين برا راه غير شي 60 الناس ولا 70 الناس، ماشي بزاف، راه تيبانوا لك الكراراس وتيبانوا لك داك العالم وداك القياطم، راه ما كاينش بزاف كاع، راه كاينين غير داك الشيء قليل، ماشي بزاف. عادي نشدوا دوك الناس وعادي نجيبوهم وعادي نأطروهم وعادي ندخلوهم للمارشي، وكل واحد غادي نعطيوه المارشي ديالو، وتجي واحد الشركه السيكيريتي وعادي تكون هي اللي مأهله هادشي العسه وكذا، ودار الانارات ودار. علاش هادشي ما يدارش؟ الا وجع عروس اللي ما دارش فيه هادشي. وسيدي بابا، علاش سيدي بابا مبني فيه المارشي وما بغيتوش تدخلوا الناس؟ علاش؟ وخصكم تعرفوا علاش؟ ان ربما على داك الشيء راه كاين شي خروقه تما، ماشي هي هذيك. ايوا خصو هذاك الناس يدخلوا، علاش حاطين دوك الناس مساكن تيتكرفسوا في الشارع؟ علاش؟ هذاك المارشي تصلح خصو يدخلوا دوك الناس يخدموا فيه. هنا عاوتاني في وجع عروس يدار لهم مارشي، الا ما كانش هذا ما خدامش الهيكله ولا الاخر ما خدامش، هدم اخويا وخرج، راه كاينه الميزانيه.
راك انت السي الرئيس، انت اللي مكلف. الا كان ماشي فيه الاصلاح صلحو، وإلا كان خصو شي حاجه انت اللي تاهل، حقاش انت الصلاحيه كامله ليك انت.